انت عندك حاله رضا فقط لناصر منسي بالنسبه للصفقات الجديده حتى الان؟ بالظبط كده قلت لك ايه، يبقى موجود، انما تمام. برضو مش هو يبقى اللي يقود هجوم الزمالك منفردا. بالظبط كده، لازم حد تاني. تمام بالظبط كده، تمام. بالظبط. كابتن عفه، تبقى ليك انطباع على المدير الفني الجديد خوان كارلوس؟ كان والله موجود النهارده في المدرجات. بص، سي في كويس، اتمنى، بس طبعا في غلطه في التعاقد، اللي هو ان لو جاله اي منتخب في اي وقت يمشي. لا مش طبعا. اي منتخب، منتخب كولومبيا فقط. ماشي، ما هو برضو منتخب يعني المفروض بلده. ان المفروض الشروط دي برضو ما تبقاش موجوده، انا اسف يعني الشروط دي، لان انت برضو انت نادي كبير، انت نادي كبير بيلعب على بطولات، ما ينفعش في وقت كده. فاكر الفتره بتاعت كارتيرون مشي والدنيا باظت لا، وبتاع ما هو خد والكلام بالك دوت. كابتن، ما هو ممكن يمشي اي مدرب، ممكن يمشي يطلع شرط جزاء ويمشي يعني في الاخر. ماشي، ما بس كارتيرون مشي وكان كان عقده مستمر لما مشي من ماشي، الزمالك. ما هو ده اللي انا بتكلم عليه، ان في امور، لازم تبص لاسم نادي الزمالك وقيمه نادي طب الزمالك انت وحاجه ليك نادي انطباع الزمالك. عنه يعني، مثلا راجعت شغله وبصيت عليه؟ لا والله انا كل خد اللي بالك هو شفت كان مدرب منتخبات يعني، مرن كولومبيا، مرن المكسيك، يعني سي شفت في محترم مش وحش. ايوه بالظبط كده، انا بقول لك عنده سي في جامد، سي في كبير. صراحه يعني خد بالك، فانت ما يمرن المكسيك في 2018 يعني، ده كاس العالم 2018، وكسب المانيا، وصل دور 16، خرج بالبرازيل، مرن كولومبيا، خد دوري في بلده 3 مرات مع انديه مختلفه، لعب كاس عالم، لعب كاس عالم مع عنده المكسيك طبعا. ما انا طبعا. بقول لك حد السي في كويس، واتمنى له كل النجاح، انما برضه السي في ده برضه محتاج لعيبه كويسه، فمش عايز برضه ان احنا في الاول نقص عليه في مثلا في اي اخفاق، طب لان التصريحات اللي خرجت منه وقبليه الراجل هيرليتش اللي جه ومشي الالماني، لما اتعامل معاه لقاءات بعد ما مشي لو تفتكر، قال ايوه ان كان عنده انطباع ان في مشاكل اداريه حوالين الفريق، ايوه وده اداله احساس انه صعب انه ينجح، منها مثلا ان اللعيبه ما خدتش مستحقاتها بقى لها 3 شهور او شهرين 3 يعني. الحمد لله ان هو ما جاش، لان انا ما كنتش مقتنع بالسي في بتاعه خالص الحمد لله. وشايف برضو المدرب ده برضو قال انه الاول حاجه طلبها ان اللعيبه تاخد مستحقاتها. الموضوع ده ممكن ياثر سلبا على الفريق الفتره الجايه، مساله المستحقات والكلام ده. اتمنى ان كل المشاكل دي الاداره تحلها. وسهل جدا الاداره انها تعمل شيء جديد في يعني في تواجدها، ان يهتموا بالنادي، ونبطل بقى القصص بتاعت مشاكلنا مع الناس ومشاكلنا فين ورايحه فين وبتاع. كل المشاكل دي مالهاش دعوه بفرقه الكوره ولا فرق النادي كلها، المفروض كل اهتمام الاداره ينصب في مصلحه الفرق، تمام. بعيد عن اي حاجه تانية. كابتن عفت، انا بشكرك شكرا أشكرك جزيلا على أشكرك. هذه التوضيحات.